إحدى السيدات تقول: والدي توفي إلى رحمة الله تعالى، ولكنه كان قاسيا جدا علي وعلى أمي، مما ترك عندي بعض العقد النفسية، ونصحني البعض أن أذهب إلى طبيب نفسي، ولما ذهبت إليه ذكرت بعض المعاملة السيئة التي عاملني بها أبي، وأيضا اضطر إلى البقاء مع الطبيب في خلوة أكثر من ساعتين، مع العلم بأنه طبيب مسلم وثقة، فهل حديثي عن والدي بالذم ينافي الدين؟ وكذلك هل أبقى معه هذا الوقت مع خلوة؟ حديثك السيء عن الوالد بعد وفاته منهي عنه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وهو في الوقت نفسه يؤذي الأحياء من أقاربه، لأن فيه تشويها لسمعته وإيذاء الغير بدون وجه حق حرام. اللهم إلا إذا كان الطبيب محتاجا إلى معرفة سلوك الأب فيحاول أن يصف دواء لك يمنع ما عندك من عقد، والأعمال بالنيات. أما خلوتك مع الطبيب في مكان لا يوجد فيه غيركما ولا يراكما أحد فهي حرام دون شك، مهما كان التدين والصلاح، فالشيطان ثالثكما كما في الحديث. أما لو كان باب الحجرة مفتوحا والناس يرونكما ولو من بعيد، أو كان معكما طرف ثالث تخشى معه الفتنة، فلا مانع، والله أعلم.